أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على بإحسان إلى يوم الدين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ هنكون فصل هذا إن شاء الله مع مادة اللي هي إدارة المشاريع بروجكت مانجمنت. مادة إن شاء الله ممتعة وشيقة. طبعا باللغة الإنجليزية project management هنرمز لها بالرمز بي ام، مش هنضلنا نقول إدارة مشاريع، هنقول ايش؟ بي ام. ما المقصود بالمشروع؟ إذا عندنا مشروع وعندنا إدارة مشروع، ما المقصود بالمشروع لوحده؟ المشروع هو عبارة عن نشاط مؤقت يتم البدء فيه لإنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها. إذا عندنا كذا تعريف، أول شيء المشروع هو عبارة عن نشاط مؤقت. إذا المشروع عبارة عن مجموعة من الأنشطة إلها تاريخ بداية وإلها تاريخ نهاية. المشروع ممكن ينجم عنه منتج كسيارة مثلا، ممكن خدمة كالاتصالات، أو نتيجة فريدة من نوعها المقصود فيها اللي هو الإبداع أو تأليف كتاب أو بحث علمي. إذا شو يعني مشروع؟ نشاط مؤقت يتم البدء فيه لإنتاج منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها. لما يقولنا نشاط مؤقت معناها في عنا بداية المشروع وفي عنا نهاية المشروع. ممكن ناخد دعم لمشروع لمدة 3 أشهر. إذا ممكن حنبدأ في شهر 2 ونخلص بشهر 5، هذا ايش بنسميه؟ مشروع. الاصل لما المشروع يخلص ايش يكون صار؟ حققت اهداف المشروع، ايش مالها؟ اتحققت. في عنا سؤال بيطرح نفسه، ما هو سبب نهايه المشاريع؟ هاني اخوات ما بيحكي عن تحقق الاهداف. لما المشروع يحقق اهدافه معناها مشروع ناجح. لكن في مشاريع صناع القرار هم بانفسهم بنوا خلص المشروع هذا فاشل بدناش نكمله. ما هي أسباب نهاية المشاريع؟ رقم 1 عدم القدرة على تحقيق إيش؟ الأهداف. عدم قدرة المشروع على تحقيق أهدافه، عشان هيك بنسميه مشروع فاشل. 2 عند انتفاء الحاجة إليه، إيش يعني؟ لا داعي لهذا المشروع. طبعا هنا بيكون عندنا خلل من البداية، ليش نعطي تمويل لمشروع إحنا مش محتاجين له؟ إذا مرة ثانية، ما المقصود بالمشاريع؟ ببساطة نشاط مؤقت له بداية وله نهاية. الأصل عند نهاية المشروع بشكل طبيعي تكون أهدافه تحققت. شكل غير طبيعي معناها إما المشروع أهدافه غير قابلة للتحقيق أو إنه بطلنا نحتاج هذا المشروع. في عندنا تعريف آخر للمشاريع، هو مجموعة من الأنشطة يتم التخطيط لها وتنفيذها وتحليلها كوحدة متكاملة لغرض تحقيق أهداف المشروع. نفس الكلام، إذا مجموعة من الأنشطة يتم التخطيط لها، إذا المشروع من غير تخطيط فاشل، وتنفيذ الخطة لغرض تحقيق إيش؟ الأهداف. هذا عندنا تعريف للمشروع. ناس ثانيين بيقولوا المشروع عبارة عن عملية استثمار، بمعنى أنا عندي مجموعة من الأموال بأستثمرها لحتى أحول الموارد المالية إلى أهداف، الأهداف هن اللي هي الأرباح. في عنا هالمثال زي إيش عنا أمثلة على المشروع؟ أول حاجة عنا مشروع إعمار شارع البحر. الناس اللي بتروح على الوسطى والجنوب هي مروحة أو هي جاية بتشوفهم بيعمروا هناك، هذا مشروع. أو مشروع موائمة، عارفين اللي هي موائمة خريجي قسم الإدارة مهاراتهم مع إيش؟ مع سوق العمل. أيضا ممكن يكون عندنا مشروع على سبيل المثال بناء القدرات الشبابية. عندنا مشروع على سبيل المثال برضو تأهيل القادة للمستقبل أو تأهيل الشباب لقيادة المستقبل. هذه كلها عناوين مشاريع. عناوين مشاريع. أول تعريف كان عندنا المشروع كان مكتوب هو عبارة عن نشاط مؤقت. السؤال ليش نشاط مؤقت؟ لأنه له بداية ونهاية.
ماشي الحال، بقول لك مش شرط يكون مشروع عشان نشاط مؤقت انه الفتره الزمنيه قصير 3 شهور، لا ممكن نقول عندنا مشروع 10 سنوات، ممكن نقول عندنا سنه، مش قاعده نكون يعني كلمه مؤقت لا تعني قصر ايش المشروع. ايضا مش شرط اساس منتج يكون مؤقت او خدمه او نتيجه، بمعنى يا اخوات كل مشروع حسب طبيعه المشروع هذا، حسب طبيعه الفكره اللي عندي بقدر احدد الاستمرار والدوام. بقولنا على سبيل المثال، تفضل يا زهر اقرأينا بصوت عالي لو سمحتي. فعلى سبيل المثال المشروع الذي يشمل على بناء نصب تذكاري سيتم الحصول منه على نتيجة من المتوقع لها أن تستمر طوال قرون من الزمن. أخذت بالك من كلمة قرون؟ يعني مئات السنوات، مدة طويلة. إذن هذا مشروع لمئات السنوات. أما أن المشروعات قد تكون لها تأثيرات اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية تفوق المشروعات نفسها في الاستمرارية. ممتاز، بحكينا في عنا مشاريع زي النصب التذكارية على سبيل المثال تستمر لقرون طويلة، وفي عنا مشاريع لها تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية زي الأمثلة اللي قبل شوية أخذناها مع بعض. إذا ما زلنا في المشروع، بحكينا يمكن للمشروع أن ينتج، أيوة يا كفاية، يمكن للمشروع أن ينتج منتجاً قد يكون عبارة عن جزء من مكون آخر. يعني إحنا شو بنسميه؟ هو النصف مصنع. ممتاز. أو مكون نهائي في حد ذاته. أو مشروع نهائي خلص. أو منتج نهائي. يعني تاخذيه على الاستعمال على طول أو لا لسه بدنا نكمل عليه. معطينا مثال تفضلي. القدرة. كالقدرة على تقديم إحدى الخدمات مثل إحدى الوظائف التجارية التي تدعم الإنتاج أو التوزيع. ممتاز. لو إحنا عندنا مثلا موزع، الموزع هيروح يوزع البضاعة، هيوديها على السوبر ماركت، السوبر ماركت هو اللي هيعمل عملية إيش؟ البيع. إذا مش الموزع اللي ببيع، لا لسه بنمر في عدة مراحل. في عنا بعض الأمثلة، شكرا يا كفاية، على المشروعات على سبيل المثال طبعا وليس الحصر. نشوف مع بعض. تفضل يا غدير. انشاء منتج او خدمه جديده مثلا على سبيل المثال. طبعا لحظه هون، لا يعني كلمه جديده اختراع، ماشي، لا يعني كلمه جديده اختراع. تفضلي. التاثير على احد التغيرات في بنيه او موظفي او اسلوب احدى المؤسسات. ما المقصود باجراء تغيرات مثلا اللي هي التدريب؟ إعطاء موظفي إحدى المؤسسات دورات تدريبية في المهارات الإدارية أو في مهارات الكمبيوتر، هذا معناه تغيير. يعني في البنية اللي هو مثلا التجديد أو التوسع، الأسلوب اللي هو أسلوب الإدارة، كان أسلوبها الإداري دكتاتورية صارت ديمقراطية، هذا المقصود فيها، بدها مشروع. ثلاثة، إنشاء نظام معلوماتي جديد أو معدل اللي هي قاعدة البيانات. طبعا انشاء نظام معلومات درستوها في مسلك نظام معلومات الاداريه بشكل كامل. ايضا تشييد بناء او بنيه تحتيه، البنيه التحتيه اللي هي زي الشوارع، الحدائق، زي ما اخذنا شارع البحر. اخر حاجه تنفيذ اجراء او عمليه تجاريه جديده. طبعا العمليه التجاريه باختصار هو البيع والشراء. نبيع ونشتري شغلات معينة، زي مثلا تفتحي مشروع مول حيكون في بيع وشراء. لغاية الآن في المشاريع، طب تعال نحكي عن اللي هو اسم المادة، البروجكت مانجمنت، إدارة المشاريع. تفضل يا آسيا. ما هي إدارة المشاريع؟ إدارة المشروع هي تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات المستخدمة لأنشطة المشروع لتلبية احتياجات المشاريع. إذن شوي، إدارة المشاريع عبارة عن تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات. إذن عندنا 4 أمور. أول حاجة المعرفة اللي هي النولج. ما المقصود بالمعرفة؟ أخذتوها في النظم. شو يعني نظم المعلومات؟ شو يعني معرفة؟ هي كم من المعلومات يحتاج الى معالجه حتى تصبح معلومه يستخدمها متخذ القرار. هذا تعريف نظام المعلومات، ماشي. المعرفه بشكل فلسفي معرفه اي شيء عن كل شيء. ممتاز، هيكم فاكرين هذا اسمه معرفه، وشرحناها قبل هيك في مساق سابق. المهاره، اذا المعرفه اي حاجه عن كل حاجه. المهارات اللي هي السكيلز عباره عن فن تطبيق الشيء. انت عندك مهارات كمبيوتر،
معنى انت عندك فهم تطبيق ايش برامج الكمبيوتر. ايه الادوات؟ طبعا هي الوسائل، التقنيات اللي هي التكنولوجيا الحديثه. اذا كيف يتم استخدام الاربع امور هذه لانشطه ايش المشروع، لتلبيه احتياجات المشروع. ما المقصود بتلبيه احتياجات المشروع؟ اللي هي الوصول للأهداف. ممتاز. بالمشروع لتحقيق اهدافه. اذا ببساطه ما المقصود بالبروجكت مانجمنت؟ عباره عن تطبيق، يعني استخدام المعرفه والمهارات والادوات والتقنيات لهذا المشروع لحتى نلبي احتياجاته. كلمه تلبيه احتياجات معناها الوصول بالمشروع لتحقيق الاهداف. في عندنا حاجه اسمها منهجيه اداره المشاريع. تفضل يا روان. منهجيه اداره المشاريع تخطيط ورصد ومراقبه جميع جوانب المشاريع. اذن هذول مين؟ وظائف الاداره. ايوه. والدفع لجميع المعنيين بها من اجل تحقيق اهداف المشروع في الوقت المحدد والتكلفه المحدده والجوده والاداء. بارك الله فيك، شكرا يا روان. اذا منهجيه اداره المشاريع عباره عن تخطيط ورصد ومراقبه، اللي هم وظائف الاداره، جميع جوانب المشروع اللي هي مكوناته التي تدفع بالمعنيين اللي هم الموظفين للوصول لأهدافهم بالوقت المحدد بالتكلفة المحددة بالجودة وبالأداء. إذا ما هي معايير مبدئيا؟ ما هي معايير نجاح المشروع؟ متى بنحكي إنه مشروع إعمار شارع صلاح الدين ناجح؟ إذا تم إنجاز المشروع في الوقت المحدد، متى؟ بعد 5 شهور على سبيل المثال. الموازنة اللي انحطت للمشروع لا صار فيها فائض ولا عجز. الجودة ملائمة، والأداء إيش ماله كان متميز. إذا إيش معايير نجاح المشروع بشكل مبدئي؟ الوقت المحدد حكيتي حنسلم المشروع هذا بعد 3 شهور، بعد 3 شهور ممتاز. التكلفة اللي احنا اتفقنا عليها تضلها زي ما هي. الجودة والأداء. انعطى مثلا للمشروع هذا موازنة على سبيل المثال ب1,000,000 دولار. الأصل 1,000,000، لا يزيد ولا يقل. هذا معناه المشروع ناجح. لو حكوا عندنا عجز 1,000,000 ما كفاش، لا في عندنا مشكلة. في عندنا ايش؟ مشكلة. في عندنا تعريف البروجكت مانجمنت حسب الهيئة الألمانية للقياس والتقييم، أو اللي هي الجودة. نشوف مع بعض ايش حكي لنا. تفضلي أنصاف. إدارة المشاريع حسب الهيئة الألمانية للقياس هي إنجاز مجموعة من المهام والأدوات والتقنيات المطبقة أثناء تنفيذ المشروع. نفس التعريف هذا، واضح؟ هي إنجاز المهام والأدوات والتقنيات أثناء تنفيذ المشروع. ببساطة الاعتماد على الأساليب الإدارية الناجحة لإنجاز المشاريع. إذا خدي بالك، تعريف ألمانيا هو نفس التعريف الأساسي اللي أخذناه، عبارة عن تطبيق المعرفة والمهام والأدوات والمهارات والتقنيات المساعدة في تحقيق أهداف المشاريع. في أي حاجة عيدة لغاية الآن؟ في أي سؤال؟ حد عنده سؤال؟ نكمل مع بعض؟ هذا أخذنا تو. تفضل يا فاطمة جمعة. إدارة المشروعات هي عبارة عن استعمال المعرفة والمهارات والأدوات والأساليب حتى تفي أنشطة المشروع بمتطلباتها. ماشي. التعريف الثاني أو الفقرة الثانية؟ يتم تنفيذ إدارة المشروع من خلال التطبيق والدمج المناسب لـ 42 عملية من عمليات إدارة المشروعات التي يتم تجميعها بشكل منطقي، وتتكون من 5 مجموعات عمليات تشمل هذه المجموعات. ماشي إن شاء الله. نشوف إيش قصده. بارك الله فيك، ايش قصده ب 42 عملية؟ البدء، العمليات الخمسة اللي هي البدء، التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحكم، والإغفال. بارك الله فيكي. تو حكينا يا خوات عن مجموعة مكونة من 42 عمل. ال 42 هذول منبثقين من 5 أنشطة اللي هم البدء. كل مشروع في العالم لازم يكون في بدء، تخطيط، تنفيذ، مراقبة وتحكم، إقفال. إقفال معناها المشروع نجح وسلمناه لأصحابه، هاي مشروع. واضح؟ البدء فيه له عمليتين. بدء مبكر.
لازم يطلع الإجمالي 42 هان. إجمالي هدول اللي بالأخضر لازم يسوي 42 هان. التخطيط ما شاء الله له 20 عملية. طبعا صعب أصومهم أنا. التنفيذ 8 بس. 8 عمليات. المراقبة والتحكم 10. هناخدهم إن شاء الله على راحتنا. الإقفال بدينا باثنين وهنخلص باثنين. احسبيهم لو سمحتي. 2 زائد 20 زائد 8 زائد 10 زائد 2 لازم يطلعوا قديش؟ 42. لو طلعوا 40 معناها انت ابصر في واحد وين رايح. اخذتي بالك البدء والاقفال بيبداوا باثنين وبخلصوا باثنين. اكثر واحد بياخذ مني تعب اللي هو التخطيط. بعدين المراقبه طبعا الاثنين هذول متصلين ببعض اتصال وثيق. التنفيذي بياخذ منا 8 ايش؟ عمليات. هاي عندنا اللي هم العمليات الخمسه للبي ام. العمليات الخمسه للايش؟ إذا يا لينا ما هي العمليات الخمسة لإدارة المشاريع؟ تنفيذ المراقبة والإقفال. المراقبة والتحكم والإيش؟ والإقفال. البدء اللي هو نبدأ نفكر في المشروع. الإقفال إنه إحنا مشروع نخلص. هاي مشروع البحر جاهز 100%. تفضلوا هاي المشروع بتاعكم. في عنا حاجة جديدة اللي هي إدارة المشاريع عن بعد. يمكن بتسمعوا عن العمل عن بعد. الواحد يكون قاعد في البيت وقاعد بيشتغل لمؤسسات بعيدة عنه. في عنا حاجة اسمها البي ام عن بعد. نشوف مع بعض شو يعني إدارة المشاريع عن بعد. تفضلي يا إيمان. يا أسماء. لقد تغير مفهوم إدارة المشاريع بعد ظهور الاي تي وتغيرت الآليات والطرق المعتمدة تغيرا كليا، حيث كانت إدارة المشاريع محصورة في مكان محدود لا تتجاوز، وأصبحت الآن غير محدودة ويمكن في مكان محدود لا تتجاوزه. في حرف لا واقع. أيوة. ويمكن للمدير والفريق من العمل بشكل منفرد بحيث لا يتطلب وجودهم في نفس المكان. شكرا يا أسماء. تغير مفهوم إدارة المشاريع بعد ما كان المفهوم التقليدي اللي تو حكيناه إلى المشاريع عن بعد بعد ظهور الآي تي اللي هي تكنولوجيا المعلومات. درستوها قبل هيك. صار عندنا آليات وطرق تستخدم لإدارة إيش؟ المشاريع. إدارة المشاريع زمان كانت محصورة في مكان معين لازم أروح عليه لحتى أعمل إدارة إيش؟ مشاريع. مع الآي تي أصبح عندنا إدارة المشاريع مش محدودة وكمان مش إيش؟ مش محصورة. لا يتطلب وجود المدير في نفس مكان المشروع. هذا المقصود بالمشاريع عن بعد، انه مش مطلوب من المدير انه يكون موجود في نفس مكان المشروع. ممكن هو قاعد في المكتب عن طريق الأجهزة الإلكترونية يشوف ايش بصير في هذا المشروع. هذا المقصود بإدارة المشاريع عن بعد. اذا ممكن يجينا سؤال، عرفي إدارة المشاريع عن بعد. تفضل يا فاتن. لقد تغير مفهوم إدارة المشاريع عن بعد بعد ظهور الآي تي، وتغيرت الآليات والطرق المعتمدة تغيرا كليا، حيث كانت إدارة المشاريع محصورة في مكان محدود لا تتجاوزه، وأصبحت الآن غير محدودة، ويمكن للمدير والفريق من العمل بشكل منفرد بحيث لا يتطلب وجودهم في نفس المكان. شكرا يا فاتن. على ماذا تشتمل عملية إدارة المشاريع؟ تفضلي. تحديد متطلبات التعامل مع الاحتياجات والاهتمامات والتوقعات المختلفة لدى أصحاب المصالح أثناء تخطيط المشروع وتنفيذه. شوي واحدة واحدة. أول حاجة تحديد متطلبات التعامل مع الاحتياجات والاهتمامات والتوقعات المختلفة لدى أصحاب المصلحة. ما المقصود بأصحاب المصلحة في إدارة المشاريع؟ أصحاب المشروع والزبائن. ماشي. أول حاجة صاحب المشروع. العملاء. 2 الموظفين. 3 الممولين. 4 الزبائن إن وجدوا حسب المشروع. طبعا في كذا في لسنين هذول بنسميهم أصحاب المصالح. كل واحد فيهم له توقعات معينة واهتمامات معينة لازم المشروع الناجح يغطيها لهم. هاي رقم 1. رقم 2 موازنة القيود التنافسية للمشروع بما في ذلك على سبيل المثال حصر النطاق، الجودة، الجدول الزمني، الميزانية. اذكري أمثلة على القيود التنافسية للمشاريع. هذه برضو حط لها ماشي معنا طول الفصل إن شاء الله.
اذكري أمثلة على القيود التنافسية لإيش؟ للمشروع. أول حاجة عندنا السكوب. إيش يعني سكوب؟ نطاق أو مجال. بمعنى أنا نطاق مشروعي خدمي، ناس تانيين نطاق مشروعهم خياطة مثلا، هذا مقصود فيه. اثنين الكواليتي اللي هو الإتقان أو الجودة. أربعة اللي هو إيش؟ الجدول، الجدول الزمني عفوا اللي هو التايم. تو حكينا إلنا وقت بدء وقت نهاية وإلنا وقت نهاية. البادجت ميزانية، بادجت موازنة، ميزانية بالانس. ماشي. الموازنة في مشروع، أي مشروع في العالم له موازنة بتظهر التكاليف من وين حنجيب الفلوس وهكذا. الريسورس، الريسورس سواء كانت موارد مالية مادية بشرية، طبعا البشرية هم العمال. طبعا أي مشروع بعدي بإيش؟ بريسك، المخاطرة. من المخاطر اللي بتواجه المشاريع في عنا في البلد في فلسطين اللي هي إغلاق المعابر. مثلا ناخذ مثال، على سبيل المثال مشروع شارع البحر أو إعمار شارع البحر، من الممكن أن يتعرض لخطر عدم دخول المواد الخام المطلوبة للمشروع. هذا خطر اسمه. أنا مطلوب مني أسلم المشروع البحر شارع البحر جاهز 100% بعد 5 شهور نبدأ نشتغل، بس تعرضنا لخطر. إيش هو؟ إنه فيش مواد خام، طبعا توقف المشروع. أيضا من المخاطر الموجودة هي المخاطر المالية، وعدوا الممولين عفوا يجيبوا لي الفلوس في يوم كذا لكن ما وصلت المصاري، هذا بنسميه إيش؟ بنسميه خطر. إذا مرة تانية، ما هي القيود التنافسية المواجهة لنا؟ تفضلي. النطاق، الجودة، الجدول الزمني، والميزانية، والموارد، والمخاطر. إن شاء الله. في معي واحدة نعيدها يا أخوات؟ في معي واحدة نعيدها؟ بقولنا على سبيل المثال، مين حاب يجاوب؟ تفضلي. على سبيل المثال، إذا تم تقليص الجدول الزمني فمن الضروري غالباً أن يتم رفع الميزانية لإضافة موارد إضافية تكفي لإكمال نفس حجم العمل في وقت أقل. إذا لم يكن من الممكن زيادة الميزانية فقد يتم خفض النطاق أو الجودة لتسليم منتج في وقت أقل وبنفس الميزانية. شكراً يا فاتن. هذه ممكن نعملها على شكل إيش؟ على شكل معادلة. على سبيل المثال، الحالة الأولى تقليص الوقت المحدد للزمن للمشروع، مثلا كان 5 أشهر صار 3. بحكي لنا مثلا لو انت بدك تقلل الوقت اللازم للمشروع لازم تزيدي الميزانية. على سبيل المثال بدنا نخلي فريق عمل المشروع يشتغل اوفر تايم، وقت اضافي، اذا لازم ياخذوا ايش؟ مصاري اكثر. طبعا نرفع الميزانية لحتى نضيف المواد زي ما تو حكينا للعمال لإكمال نفس حجم العمل في وقت أقل. طب فيش إمكانية نزيد الموازنة؟ بقول لي ممكن على سبيل المثال بديل آخر تقليل الجودة أو النطاق. هذه اقتراحات. إذا إيش الفكرة الرئيسية؟ بدل ما أسلم مشروعي في 5 شهور خليه في 3 شهور، لكن صعب تشتغل زي البداية، لازم تغيري إما في الميزانية أو في الجودة أو النطاق. كيف يعني في النطاق؟ المجال تاعه حتى كان متوسع نضيقه شوي. النطاق بنضيقه شوي. نطاق عمل المشروع زي هيك. واضح. شكرا على السؤال. هل نأجلها شوية؟ عندنا مصطلح له علاقة بإدارة المشاريع اللي هو الحقيبة الاستثمارية. عرفي يا فلسطين الحقيبة الاستثمارية. خدي بالك في عندك زي تو مشروع وإدارة مشروع، في عنا حقيبة استثمارية وإدارة حقيبة، فخذي بالك هو عن إيش بيسأل. يلا يا فلسطين. هي مجموعة من المشروعات أو البرامج أو الأعمال. مين هذه؟ الإدارة ولا الحقيبة؟ الحقيبة. هذه الحقيبة. التي يتم تجميعها معا لتسهيل إدارة فعالة لتلك الأعمال لتحقيق الأهداف التجارية الاشتراكية.
وليس بالضرورة أن تعتمد مشروعات أو برامج الحقيبة الاستثمارية على بعضها البعض أو أن تكون بينها علاقة مباشرة. شكرا يا فلسطين. إذا عندنا مجموعة من أول حاجة المشاريع اللي هي البروجكت، ثاني شغلة البرامج اللي هي إيش هذه؟ البروجرام. بروجرام، ممتاز. أشياء أخرى، أدب. ما لهم هدول؟ بنجمعهم مع بعض؟ نشكل الحقيبة. ماشي، طب ايش بعطونا؟ حقيبة استثمارية. الوصول للهدف؟ هذا بنسميه حقيبة ايش؟ استثمارية. نعيد تاني. مجموعة من ثلاث أمور، مشاريع معينة اللي هي البروجكت، برامج البروجرام، أعمال أخرى لها علاقة طبعا بالموضوع. هدول الثلاثة بجمعهم مع بعض لحتى يساعدوني في تحقيق الأهداف. إيش بنسمي الكلام هذا؟ حقيبة استثمارية. استثمارية. خدي بالك مرة تانية، مش إدارة الحقيبة، هذه الحقيبة. مش بالضرورة إنه المشروع هذا يكون له علاقة ببرنامج أو له علاقة بمشروع آخر، يعني ممكن يكون في بينهم فصل. بمعنى ناخذ مثال. مثال تكوين حقيبة استثمارية من واحد، مشروع لمحو الأمية. اثنين، مشروع لصناعة قادة للمستقبل. ثلاثة، مشروع للأسر المنتجة. لو فكرتي في الثلاث مشاريع هذه، هل لها علاقة ببعض؟ هل ممكن نقول والله تعالى يا جماعة ندمج محو الأمية بصناعة القادة؟ طب يلا ندمج صناعة القادة بالأسر المنتجة؟ كل واحد لحال، لكن أنا ممكن شكلهم في حقيبة. لو كنت أنا ممول واحد لهذه المشاريع الثلاثة، بنعملهم بشكل إيش؟ حقيبة. خذي بالك كل مشروع له برنامج بخصه هو، ماشي؟ الثلاثة ثلاث أفكار مختلفة، لكن إيش اللي جمعهم؟ الممول اللي حيعطيني المصاري واحد، لو مثلا انقاذ الطفل على سبيل المثال او الاغاثه، هي اللي حتعطيني المصاري للثلاث مشاريع هذه. فبدل ما اضل اكتب مشاريع بقول لحالي حقيبه استثماريه. اذا مش بالضروره يكون لهم علاقه مع بعض، ولو كان لهم علاقه مع بعض برضه صح. طبعا كل مشروع له برنامج بنعمله، مثلا هان برنامج تعليم الحروف او تعليم القراءه اسهل، برنامج تعليم القراءة لكبار السن، هذا برنامج لمشروع مين؟ محو الأمية. هان برنامج تدريبي في المهارات الإدارية لصناعة القادة، وهكذا. المشروع بتكون مجموعة ايش؟ برامج. المشاريع مع بعضها بنسميها ايش؟ حقيبة. بنسميها حقيبة. بحكي لنا مش شرط تكون بينهم علاقة، لو كان في علاقة برضو مش غلط. عيد ثاني. عيد. عيد يا فاطمة. عيد ولا كيف؟ ماشي. السؤال يا فاطمة، احنا عرفنا مع بعض الحقيبة، قلنا مجموعة من المشاريع والبرامج والأمور الأخرى تتجمع مع بعض لحتى تحطي لي تعطيني ايش؟ هدف. قلنا للحقيبة. طب ما المقصود بإدارة الحقيبة؟ تفضل. إدارة الحقيبة الاستثمارية هي الإدارة المركزية لوحدة أو أكثر من الحقائب الاستثمارية، والتي تشمل على تحديد وترتيب وترخيص وإدارة ومراقبة المشروعات والبرامج والأعمال الأخرى المتعلقة بها لتحقيق أهداف تجارية واستراتيجية معا. شكرا يا فاطمة. شو لو سمحت، ما المقصود بإدارة الحقيبة الاستثمارية؟ هي الإدارة المركزية لحقيبة أو أكثر. إذن عبارة عن إدارة الحقيبة، هي عبارة عن إدارة الحقيبة. الإدارة المركزية لإيش؟ لحقيبة واحدة أو أكثر، طبعا حسب الممولين. طب الإدارة ليش بتشمل؟ واحد، تحديد، ترتيب، ترخيص، إدارة، مراقبة مين؟ المشاريع. إذا بتتذكر تو كنا كاتبين باللون الأزرق المشاريع،
برامج أعمال أخرى. تحديدها وترتيبها وتلخيصها ودلتها ومراقبتها، هذول الثلاثة بنسميه إيش؟ إدارة الحقيبة الاستثمارية. إيش الهدف منه برضو مرة ثانية؟ تحقيق الأهداف. إذن ببساطة عبارة عن تحديد، ترتيب، ترخيص. طبعا أي مشروع لازم يكون له ترخيص، إدارة، مراقبة. هذول عمليات إدارة الحقيبة. قديش بطلعوا؟ 5. هنعمل تحديد وترتيب وترخيص وإدارة مراقبة لمين؟ للمشاريع، للبروجرام، للأعمال الأخرى. هذول مين؟ الحقيبة، الانفستمنت اللي هي إيش؟ الاستثمار. طب ما الهدف من ذلك؟ تحقيق الهدف. هذه ممكن إحنا نشيل كلمة حقيبة، خليها عمليات أو خلص. إذن إدارة الحقيبة تشتمل على إدارة عمليات اللي هي تحديد، ترتيب، ترخيص، إدارة، مراقبة. مين؟ الحقيبة. الحقيبة عبارة عن إيش؟ مشاريع، برامج، أعمال أخرى للوصول لأهداف المشروع أو أهداف الممول. أعيدها تاني؟ يلا نعيدها. إذن الإدارة تختلف عن الحقيبة. الحقيبة ببساطة لو فتحنا الشنطة بتاعتك هنلاقي فيها ثلاث شغلات. هنلاقي فيها مشاريع، برامج، أعمال أخرى. ثلاثة هذول بنحطهم في الشنطة ونسكر عليهم. هذه حقيبة. شو معنى إدارة الحقيبة؟ تحديد وترتيب وترخيص وإدارة ومراقبة الشنطة بتاعتك للوصول لإيش؟ للأهداف. هذه بنسميها إدارة الحقيبة الاستثمارية. تفضلي لو سمحتي. لا عرفي لنا إدارة الحقيبة الاستثمارية إيش يعني، بس من غير ما نطلع على السبورة. تحديد، ترتيب، ترخيص وإدارة ومراقبة المشروعات والبرامج والأعمال الأخرى المتعلقة. ممتاز، شكرا. المشاريع والبرامج والأعمال الأخرى إيش بنسميها؟ إلها اسم. يا مريم. ما ينفعش أنت حقيبة، حقيبة معناها شنطة سفر. حقيبة إيش؟ حقيبة استثمارية. حقيبة استثمارية، أنت لازم تخصصي. حقيبة استثمارية. شكرا يا مريم. نكمل مع بعض الفقرة التالية، تفضلي بسنت. تركز إدارة الحقيبة الاستثمارية على التأكد من مراجعة المشروعات والبرامج لتحديد أولوية تخصيص الموارد، وإن إدارة الحقيبة الاستثمارية تنسق وتتفق مع الاستراتيجيات التنظيمية. إدارة الحقيبة الاستثمارية شغلها شغل إداري بحت، إنها نتأكد من إنه المشروعات والبرامج والأعمال الأخرى اللي إحنا حطيناها في الحقيبة بنعملها إدارة هي اللي إحنا ماشيين عليها، يعني ما عملناش حاجة أو ما انحرفناش عن الطريق. طبعا إدارة الحقيبة برضه لها علاقة بالتنسيق وإلها، لا طبعا إيش معنى أو إيش المقصود بإنه لها علاقة بالتنسيق؟ إدارة الحقيبة لازم تمشي مع الأهداف، مع الاستراتيجيات أو الاستراتيجيات. واضح؟ طبعا الاستراتيجيات أحد أنواع الخطط. يجب على إدارة الحقيبة تكون ماشية مع الهدف والاستراتيجيات، ما يكونوش منشقين. أيضا المشاريع والبرامج والأعمال الأخرى اللي احنا اتفقنا عليها من البداية تكون هي، نضل نتأكد إنه اللي احنا اتفقنا عليه من البداية هو اللي ما زلنا ماشيين فيه. ليه المراقبة؟ بارك الله فيك. ليه المراقبة أو السيطرة؟ حدا عنده أي سؤال؟ شفناها هذا قبل شوية، أخذنا مع بعض إدارة الحقيبة الاستثمارية. في حدا عنده سؤال؟ خلونا نراجع إيش أخذنا اليوم، مش أتقل عليكم البداية. ذكروني إنه في رسمة تركناها. تعرفنا اليوم مع بعض على البروجكت اللي هي ايش؟ المشروع. مين فاكر ايش قلنا؟ خلينا نساعدكم شويه انه نرجع ثاني. مين فاكر ايش عرفنا المشروع ابصر زمان؟ تفضلي. المشروع هو نشاط مؤقت يتم البدء فيه لانشاء منتج او خدمه معينه فريده من نوعها. ممتاز، هذا ايش؟ هذا المشروع تعرفنا عليه. كان عندنا كذا تعريف للمشروع، ممكن تاخذي واحد وخلاص. قلنا متى يتم إنهاء المشاريع؟ لما ما تحققش إيش أهدافها، ولما تتعدى أو مش محتاجين المشروع هذا. تعرفنا شو يعني نشاط مؤقت؟ قلنا مش شرط نشاط مؤقت معناها شهرين، في عندنا مشاريع بتقعد مئات السنوات.
تعرفنا على اداره المشاريع، اذا اخذنا البروجكت والبروجكت مانجمنت. ما المقصود باداره المشاريع؟ الطالبه اللي قاعده جنب روان من ناحيه الشمال. تطبيق المعرفه والمهارات والادوات المستخدمه لانشاء المشروع. اذا عندنا اربع شغلات: المعرفه والمهارات والادوات والتقنيات لحتى نقدر ايش نلبي احتياجات المشروع. اخذنا منهجيه اداره المشاريع. الطالبه اللي ورا فاطمه تفضلي. تخطيط ورصد ومراقبه جميع جوانب المشروع والدافع لجميع المعنيين به من اجل تحقيق اهداف المشروع في الوقت المحدد والمحدده والجوده والاداء. قلنا هذول المعايير، معايير نجاح ايش؟ المشاريع. شكرا. هذا كمان تعريف اخر. اخذنا العمليات الخمس، مرت علينا، تفضلي اسماء. عباره عن البدء والتخطيط والتنفيذ والمراقبه والتحكم والاخلاق. هذول قديش؟ خمسة. مجموعهم بينجم، مش مجموعهم، بينجم عنهم كم عملية؟ 42. وشفنا مع بعض كل واحد قديش بيطلع له، قلنا البدء والإقفال عمليتين عمليتين. وفي ناس 20 اللي هم تخطيط، وفي ناس 8 وفي ناس 10 لو جمعتيهم هي 42. تعرفنا عن إدارة المشاريع عن بعد اللي هي الآي تي. في حاجة أخذناها لموازنة القيود التنافسية، قلنا إيش القيود التنافسية الموجودة عندنا؟ طالب الجنب آسيا تفضل. متطلبات التعامل مع الاحتياجات والاهتمامات والتوقعات المختلفة النطاق، الجودة، الجدول الزمني، الميزانية، الموارد، المخاطرة. ممتاز. تعرفنا على آخر حاجة على إيش؟ الحقيبة الاستثمارية. الحقيبة الاستثمارية. الطالبة اللي قاعدة ورا الزهرة تفضلي، قلنا الحقيبة الاستثمارية عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن الأعمال المشاريع والبرامج تنتج منها لتحقيق هدف معين. ممتاز. هذه مين؟ هذه الحقيبة. طب ايش إدارة الحقيبة كانت؟ عبارة عن تفضلي. تحديد وترتيب وترخيص وإدارة ومراقبة المشروع ومراقبة المشروعات والبرامج والأعمال الأخرى لتحقيق أهداف معينة. شكرا يا فاطمة. ناخذ هذه وبنكتفي إن شاء الله اليوم. مش ناخذ الرسمة. هناخذها إن شاء الله. بس أنا هصورها وأوزعها عليكم لأنه هي مش هتكون واضحة كثير على الصبورة، خاصة انه في مصطلحات انجليزية هنترجمها سوا. البروجرام مانجمنت، ما المقصود بالبرنامج؟ تفضل. إدارة البرنامج، يتم تعريف البرنامج على انه مجموعة من المشروعات المرتبطة ببعضها البعض وتتم ادارته بطريقة متناسقة، اي يتم الحصول على تحكم. واحدة واحدة شوي شوي لو سمحتي. البرنامج عبارة عن إيش؟ مجموعة من المشاريع مرتبطة بعضها إيش؟ البعض. مين يعطينا مثال على برنامج مكون من مشاريع مرتبطة مع بعضها البعض؟ بس مش البرنامج جزء من المشروع؟ المشروع بكون يا أنت جزء من البرنامج أو البرنامج جزء من المشروع. بس عادة زي ما هو كاتب أمامنا، البرنامج مجموعة من إيش؟ من المشاريع. لأنه العدد من المشاريع أنا بعمله. ممتاز، لهم برنامج مشترك. وممكن تلاقي كتاب تانيين عكسين بيقولوا لا المشروع مجموعة من البرامج. علاقة متبادلة. هذه صح وهذه صح. ماشي. مين يعطينا يا فاطمة مثال على مجموعة من المشروعات عفوا لها علاقة مع بعض؟ زي ايش؟ ممكن. تفضل. ممكن لو بدنا نعمل مثلا برنامج تدريبي. طب ايش رايكم لو اعطيكم دقيقة تفكروا؟ وبعدين نسمع إجابة أزهار. كل طالبة تكتب أمامها مشاريع لهم علاقة ببعض، ثلاث مشاريع بس مش أكثر. بشكل برنامج. نعمل برنامج، لهم علاقة ببعض. أسهل لك، بتطلعي فئة، مثلا فئة الشباب. بدك تعمل عليهم برنامج ومجموعة مشاريع لها علاقة فيهم. بس هدول المشاريع مش حيكونوا برنامج واحد، كل مشروع حيكون برنامج. بدناش نستعجل في الإجابة. إن شاء الله، بدناش نستعجل في الإجابة. أو أخت مثلا تمسك فئة الأطفال. إيش ممكن نعمل لهم مشاريع؟ بتخصهم هم. مين خلص؟ خلصتي؟ تفضلي نسمع. زي مثلا في الحرب في صار عندهم مثل الأطراف، بيعملوا لهم أطراف صناعية، بنفس الوقت بيعملوا لهم تأهيل نفسي وبعمل لهم علاج طبيعي. مشروع توفير أطراف صناعية، مشروع تأهيل نفسي لفاقدي الأطراف، علاج طبيعي.
مشروع علاج طبيعي لمين؟ لفاقدي الأطراف. بينفع ولا بينفعش يكون برنامج؟ بينفع. أنا كله بيستهدف فئة معينة. فئة واحدة. ممتاز. لهم علاقة ببعض على فكرة. مين كمان حاب بيحكي لنا؟ تفضلي. برنامج له تحسين مستوى طلاب المدارس. اتفضلي. بكون عند مشروعات مثلا دروس تقوية بكون بعد الدوام المدرسة. المشروع يتعرف ليش الطلاب هيك يعني حالتهم النفسية، ليش هم مش شاطرين بالمدرسة، يعرف ايش الأسباب اللي تخليهم هيك. وبعدين انه ممكن نعمل مشروع ترفيهي لإلهم هدول الطلاب، انه زي رحلات ألعاب زي اشياء. ممتاز ممتاز شكرا. ايضا ايش كان برنامجك أزهر؟ ما حكيت لو بدنا نعمل مثلا لو نستهدف فئه معينه، مثلا لو كانت الشباب برنامج تدريب لهم معين، فمثلا ناخذهم من ثلاث مجالات. اتفضل. او ثلاث مشروعات لهم، مثلا تنميه القدرات الابداعيه عندهم هذه واحده، تنميه مثلا اداره الوقت لهم برضو كمشروع ثاني، او التعامل مع الضغوطات والاداره الوقتيه واحده، الثالثه اللي هي القدره على اتخاذ القرار. هيك بصير اربعه. خلص ثلاث تعامل مع اتخاذ القرار للشباب. شكرا. ايضا تفضلي. مشروع مثلا اعاده اعمار غزه. ما شاء الله هذا كبير كثير. ايش ممكن نسوي فيه البرنامج هذا؟ البرنامج الثاني ممكن مثلا مشروع اللي هو تسهيل دخول مواد بناء. تسهيل هي تجاره مواد بناء، يعني من دخول مواد بناء. ثاني ماشي. ايضا الثالث مثلا مشروع هو توظيف مثلا طبقه اللي هم المتعلمين وغير المتعلمين. المتعلمين بتكون مثلا اللي هي عمال، المتعلمين مهندسين، يعني توظيف شباب تخفيف من البطاله. وهيكون في المشروع اللي هو اعمار ما هو نفسه التوظيف والتشغيل. خذي بالك برنامجك مش كثير دقيق. واضح ليش المشروع. اول حاجه مساله اني اعمل مشروع لتسهيلات ادخال مواد البناء، لا هذا مش موجود المشروع. ليش؟ لانه هذا موضوع يعني سياسي بحت. هذا واحد كمان خارج، مش هيجي واحد يقول له خذي هاي مصاري هاتي لنا المواد البناء. لا طبعا. واضح. لازم يكون مشروع واقعي اقدر اعمله. اثنين، مشروع توظيف العمال، هذا مش مشروع، هذا ممكن يكون هدف احد اهداف برامج اعمار غزه، نشغل العماله في البناء مثلا. واضح. هدفي عندي الهدف ايش هو؟ عباره عن نتيجه نهائيه. واضح. برنامج اعاده الاعمار اول حاجه بنيه تحتيه. ماشي عندي مشروع بناء وحدات سكنية مؤقته. ماشي. او مثلا معاه ضمنه انه نبدا بنرمم اللي هي مثلا يكون خلل جزء او يعني اصلاح المنازل المهدمة مثلا جزئيا القابلة للسكن. ما هو مش حكون يا انتي منزل قصفوه كله ونقول قابل للسكن، خلص الله يسهل عليه. في بعض المنازل ممكن شوية ترميم بينفع يكونوا فيها ناس، وفي ناس صحيح واقفة هي لكن خطر يدخلوها. هذا بدها مهندسين معماريين يفتولنا في الموضوع. ثلاثة، المرافق والشغلات اللي بدل توفير معونات نقدية وعينية لأصحاب المنازل المدمرة، سواء بشكل جزء أو بشكل إيش كلي. هذه بنسميها مشاريع. خذي بالك مشاريع واقعية ما لهاش علاقة بسياسة ولا بسيادة أو بغيره. واضح الطالبة اللي أعطتنا الفكرة؟ واضح. واضح يا جماعة؟ يا اسمع، عندك برنامج ولا ما لكيش علاقة؟ ما فكرتيش يا انتي؟ ما فكرتوش تعملوا عن حالكم ليش؟ مشروع تأهيل وتدريب خريجي كلية التجارة بكافة أقسامها. ممتاز. أخذنا قسم إدارة الأعمال. لحظة، هذا مشروع ولا برنامج؟ احنا برنامج بنقسم منه مشاريع لكل برنامج، حننبطق عنه شوية مشاريع. زي ايش المشاريع؟ لأن لو أخذنا فيها المستهدفة طلبت قسم إدارة الأعمال، القسم الثاني لقسم المحاسبة، الاقتصاد والعلوم السياسية، لقسم ثلاث أقسام. ماشي، إيش المشاريع المقترحة لهم؟ بدنا نأهلهم لسوق العمل من حيث الجانب النظري اللي هو الدورات التعليمية، والجانب العملي تدريبهم في مؤسسات ومكاتب.
خدوا بالكم كل ما كان المشروع عنوان واضح ومحدد كل ما كان اسهل على الانسان. اسهل على التأهيل. ماشي. فمسألة تأهيلهم، التأهيل له عدة اشكال. فبدنا نحدد، ممكن نقول مشروع اعطاء دورات في تنمية المهارات الإدارية لطلبة التجارة، مشروع اعطاء دورات في المهارات الكمبيوتر، مشروع اعطاء دورات مثلا في اللغة الإنجليزية، هيك بكون واضح. اما لما اجي احكي مشروع تأهيل، لا هذه مش واضحة، مش واضحة. واضح؟ خلوا بالكم انه يكون العنوان اشماله يكون واضح. في اي اخت تفضلي. يعني انا لقيت عندي لبس يعني بين البرنامج والمشروع، يعني هلقيت مين اكبر، المشروع ولا البرنامج؟ بعض الكتاب بيلاحظوا انه البرنامج يشمل المشاريع، زي ما عاملين على السبوره برنامج مشاريع برنامج مشاريع. بعض الكتاب بيكون لا، ممكن المشروع يحتوي على مجموعه من البرامج اذا كان المشروع ضخم او دولي. هو لما عرف لنا الحقيبه الاستثماريه قال يعني قال مجموعه من المشاريع او ما قالش. ممكن هي شوفي الحقيبه بتكونش او الحقيبه بتكون واه، يعني هي يعني الحقيبه بتاعتك حيكون فيها محفظه مزيج واقلام، مش حنقول فيها محفظه واقلام، مع مجموعه حاجات كوكتيل يعني كوكتيل يعني. ماشي. ممكن الاول تكون خطا في الطباعه او الترجمه، بشوف لك اياها ان شاء الله. حدا عنده اي سؤال؟ شكرا يا فاطمه. حدا عنده اي سؤال؟ كيف نحكي انه المشروع يحتاج الى برنامج؟ شيء طبيعي. انا هيك بقول انه البرنامج شو يحتاج الى، انا ايش حكيت لك يا انتي؟ في عندنا مشاريع ضخمه بتتكون من مجموعه من البرامج، وفي عندنا العكس، برامج متكونه من مجموعه مشاريع. اخذنا امثله حسب طبيعه المشروع. ماشي. او طبيعه البرنامج، حسب طبيعه المبلغ اللي احنا حاطينه عشان نمول. لما يكون عندي مثلا مبلغ تمويل بمليارات الدولارات، هذا بنقول عنه مشروع ضخم له شويه برامج. ولما يكون حاجه مثلا مليون ولا بشيء، بنقول هذا عباره عن برنامج، عباره عن مجموعه من ايش؟ المشاريع. واضح؟ شكرا يا فاطمه. حدا عنده اي سؤال؟ لا. حدا عنده اي سؤال؟ ماشي.